خلينا نروح لاستاذ محمد القوس طبعا الناقد الرياضي الكبير، وبرضه يشاركنا الحوار في جزئيه ما حدث في الفتره اللي فاتت وتوقع للفتره انا قلت للقوس بقى ندخل بقى، قلت له هيحصل مشكله في الماتش، اساله كان قاعد جنبي في الماتش كنت كان موجود. طبعا استاذ محمد تحياتي ليك. اهلا بك يا كابتن فاروق، تحياتي ليك وتحياتي للناقدين الرياضيين الكبيرين العزيزين الاستاذ احمد الخضري والاستاذ خالد طلعت. حلوه اللغه العربيه دي، حلوه اللغه العربيه دي، اللغه العربيه لا جامد. بس محمد يعني واحنا بنتكلم على احداث يمكن سواء مباراه السوبر وعقوبات السوبر ثم ما حدث في مباراه الامس، يعني برضو وجهه نظرك كناقد رياضي كبير فيما حدث والعقوبات ايضا اللي طبقت على الاهلي والزمالك. يعني خلينا نتكلم بعيدا عن الاهلي والزمالك يا جماعه وبعيدا عن اي حاجه، خلينا نتكلم من وجهه نظر يعني تخص البلد وتخص الرياضه المصريه وتلم الكره المصريه بشكل عام. الاهلي والزمالك دول يعني ليسوا اكبر فريقين في مصر، يعني شاء من شاء وابى من ابى الاهلي والزمالك فريقين كبيرين جدا في مصر وافريقيا والوطن العربي. لو بصيت على مستوى مصر هما الاكبر، على مستوى افريقيا يتصدران كل شيء، على مستوى الوطن العربي يعني شاهد ده في كل الدول العربيه، الناس كلها كانت منتظره ماتش الاهلي والزمالك، ماتش الاهلي والزمالك ده تراث ثقافي مصري اصيل، كلنا بنعتبره عيد، كلنا بننتظره، كلنا بنتكلم عليه قبلها باسبوعين ونقعد نتكلم عليها بعدها باسبوعين وبعد سنوات بنفتكر المباريات وبنتكلم على احداثها وتفاصيلها، وده ما بيحصلش مع اي فريق اخر في مصر، فلما تكون في مباراه بحجم مباراه الاهلي والزمالك ممنوع ان حد يلعب فيها، ممنوع ان حد يتلاعب بيها. يا جماعه دي حاجه تمس هيبه، يعني مش هقول لك هيبه مصر، حاجه تهز صورتنا بجد، حاجه تهز صورتنا حقيقه يعني. فاللي حصل ده في ماتش امبارح وطبعا قبله ماتش السوبر الاحداث المهزله اللي حصلت برضه في الماتش، لكن خلينا اشتغل على الحدث بتاع امبارح وعمليه عدم ذهاب نادي الزمالك الى الملعب، دي حاجه كارثيه وده قرار يعني انا ما اعرفش يعني كيف يتخذ مثل هذا القرار؟ من هذا الذي يتخذ قرار بهذا الشكل يعني؟ نادي الزمالك اكبر من اي حد، نادي الزمالك فريق كبير جدا، نادي الزمالك لم يكن عنده اي مبرر لعدم لعب المباراه، نادي الزمالك فايز بالسوبر بالنسبه للنادي الاهلي، نادي الزمالك عقوباته اللي صدرت بعد السوبر تكاد تكون اقل من عقوبات النادي الاهلي، يعني كلنا يعني صدمنا في العقوبات، يعني ما كانش حد متخيل ان العقوبات تصدر بالشكل ده، يعني ما حدش كان متخيل ان اللاعب اللي ارتكب اكبر جرم اخلاقي داخل الملعب يكون اقل عقوبه من كهربا اللي عوقب اثناء المباراه وتم طرده ويتم تحميله نتيجه الاحداث اللي حصلت كلها. لن اتحدث عن ما حصل في الامارات لان هذا وقعت عليه عقوبات واتوقع ان العقوبات هترفع لان لجنه الانضباط والاخلاق الحميده المنتميه للجنه الخماسيه باتحاد الكره دائما ما بتاخذ قرارات وتاخذ عقوبات وتتراجع فيها. اتوقع ان يتم التراجع، دعنا من هذا الأمر. لكن ما حدث بالامس شيء ما زال شيء غير مقبول، شيء مهين لنا كمصريين، كيف لا نستطيع ان نلعب هذا الماتش؟ كيف لا يقام ماتش الاهلي والزمالك؟ والله يا كابتن فاروق انا ليه اصدقاء من تونس ودول عربيه ودول خليجيه يقولوا احنا كنا منتظرين الماتش وقاعدين ساعتين بنتفرج على مهزله. كل حته في كل حته كان ما بقول لك الناس يعني عدم ذهاب فرقه الزمالك للماتش ده هو عدم احترام لقيمه نادي الزمالك، هو عدم احترام لجمهور نادي الزمالك، هو عدم احترام للي قاعدين قدام التلفزيون، هو عدم احترام للاعلام، للصحافه، للحكام الاجانب اللي جم بره من بره مصر وصرف عليهم ما لا يقل عن 200,000 جنيه وقفوا في البرد والمطر وخدوا البرد والمطر وروحوا وكانوا في منتهى الذهول. عدم احترام لقيمه وقدر النادي الاهلي، المفروض الزمالك يحترم الاهلي والاهلي يحترم الزمالك، لا يعقل ان يتم ان ارسال فريق من الناشئين في هذه الظروف وانت ما عندكش اي مبرر، يمكن الاهلي لما عملها في 85 كان لديه ما يبرره ان في مشكله في الفريق وفي تمرد وفي موقف، فكانت المشكله خاصه بالنادي الاهلي وبلاعبيه ان انا هلعب ماتش الزمالك بتحت اي ظرف وباي لعيبه ولعب وكسب. صحيح. في قيم وفي نظم وفي مبادئ واخلاقيات، ما حدث مهزله، هذه المهزله وكان طبيعيا ان نصل اليها بعد كل الاحداث اللي حصلت، بعد كل التجاوزات التي وقعت وتم السقوط اليها، وبعد العقوبات المتواضعه، ما عندهاش عقوبات واضحه ولا عقوبات رادعه يمكن ان تردع يا كابتن لو ما كانش عندك قانون. صحيح. قوي القانون. يردع القانون هو الاهم شيء وتنفيذه، عندك قانون قوي يردع اذا اي حد هيخترق القانون، والقاعده تقول ان من امن العقوبه اساء الادب. كلامك مظبوط يا سمعان تماما، فعدم وجود العقوبات وعدم وجود قانون الرياضه قوي واغلال يعني يد وزير الرياضه غلت في التعامل مع الملف الرياضي. والله يا استاذ محمد يعني فكره تدخل الدوله ده انا مش مع يعني مش مع حد فيها، لكن في الاخر انا بشكرك لطبعا سعة صدرك وكان يمكن مهم جدا تبقى متواجد معايا في يوم من الايام نقدر نتكلم على دور الدولة والدور اللي موجود لاتحاد الكرة في الوقت الحالي ده مهم.